أنت الآن في دمشق، الجمعة التاسع من صفر سنة 99 للهجرة. البلدة خالية لا تكاد ترى فيها أحدا، فالناس قد اجتمعوا حول قصر الخلافة، وعلى وجوههم جميعا أمارات الترقب. ذلك أن أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك فاجأه المرض واشتد عليه، يلازم فراشه في غرفته الملكية، وغير بعيد غرفة أخرى اجتمعت داخلها نساء أمراء بني أمية ينتظرن بلهفة اسم الخليفة الجديد، وكل واحدة منهن تمني النفس أن يقع الاختيار على زوجها، إلا واحدة فقط بدا عليها الهدوء والوقار، وكأنها قد قنعت بما نالت فما تطلب فوقه مزيدا. كيف لا وقد حازت الجمال والأدب والزوج الصالح؟ فاطمة بنت عبد الملك زوجة أنبر شباب بني أمية وأكثرهم تقوى عمر بن عبد العزيز الذي وقع عليه الاختيار ليكون الخليفة، تقدمت ما إن سمعت الخبر والنسوة يسرن من خلفها تنتظر عودة زوجها لتهنئه بمنصبه الجديد، ولكنه غاب أياما، فلما ظهر أخيرا كأنه شخص آخر. يا فاطمة، لقد حملت أثقل حمل، وسأسأل عن القاصي والداني من أمة محمد. لم يعد ذلك الفتى الذي يسحر بثيابه أنظار المارة وإذا مر بمكان عرف من رائحة عطره، بل إنه اليوم مضطرب الأوصال من ثقل الأمانة التي ألقيت على كاهله، ينظر إليها بوجه شاحب ليخبرها أنه اختار لنفسه لونا من الحياة لا ترف فيه. فهذه الأموال التي تحت أيدينا قد أخذت كلها من أموال المسلمين، وقد عزمت نزعها وردها، وسأبدأ بنفسي. لن أبقي إلا قطعة أرض اشتريتها من كسبي، وسأعيش منها لوحدها. ثم يسألها إن كانت غير مستعدة للضيق بعد السعة، فليس أمامها سوى تسريح بإحسان، لعلمه أنها نشأت في أحضان العز تتقلب في النعيم. فكان ردها: أن يا عمر، ما كنت لأصاحبك في النعيم وأدعك في الضيق، وأنا راضية بما ترضى به. أعتق عمر الإماء والعبيد وسرح الخدم، ثم غادر القصر بعد أن رد ما فيه إلى بيت مال المسلمين ليسكن دارا صغيرة قرب المسجد النبوي. وكان في دار الحكم أقدر حاكم وأحزم ملك وأعدل خليفة، وها هي بنت الملك وأخت الملوك تؤثر مع زوجها نعيم الآخرة على الحياة الدنيا. فلما مات بكت حزنا على فراقه حتى غشي بصرها. تراها في غرفتها وقد دخل عليها أخوها يزيد بعدما آلت إليه الخلافة، يحمل بين يديه حليها التي أعادها زوجها لبيت مال المسلمين، فإذا هي ترفض أن تأخذها منه. فما كنت لأطيع زوجي حيا وأعصيه ميتا، لا حاجة لي بها.